احنا بنقدم ده للعالم كله على انه ديننا وعلى انه رسولنا فعل صح ذلك. ده مساله مختلفه تماما. لا لا انا زي ما هم يعني الدين منه كتير ما فينا نفصله كتير عن الواقع المجتمعي. لا الفصل هنا لانه ما بني عليه هذا الوضع المجتمعي انه عنده سماحه وراحه دينيه. لولا انه فاهم ان ده حصل وان ده تفسير الايات ما كانش عمله. لكن احنا مدين له السماحه دي لحد الان. انت الان بس عم نحكي على التسلسل، خلينا نحكي على 15. قلت ان احنا بننقد من الدوله العثمانيه لكن لم تنفي ان هذه الوقائع قد حدثت. أنا بالنسبة لي كراجل باحث على قدي ما حصلتش أبدا. أنا ما بيعني لي هذا النقاش. لا بيعني لأنه في النهاية بيقول لك سنة. سنة أنت هتنكر السنة لأنه بتدخل في مرحلة إنكار السنة لما تقول له أنا مش هسمح بده، فيقول لك ده سنة الرسول، ده الآية هي قدامك. فهي الفكرة كلها أن في رضا ديني على أساس ثابت، أن أجمعوا زي ما قلت لك ابن عبد البر قال أجمع العلماء على تزويج الصغيرة دون الحيض. هذا النقاش لن ينتهي بعد 50 سنة. هيطلع من هينتهي في حاجة واحدة بس، رغم ده مش لب الحلقة، يسحب رأي عبد البر ويرجع يذكره أن هذه الكتب فيها أحاديث خاطئة وتفسير خاطئة. حتى لو قالت هيجي مين ينقد هذا الكلام ويرجع يتمسك بكلام ابن عبد البر؟ لا لو قلنا هتفرق كتير من المؤسسة الرسمية من المعممين، هتفرق كتير.